أحياء يجاورون أموات، هذا حال من ارتحل عن هذه الحياة ومن بقي نازحا مهجرا في غزة نتيجة الحرب التي يشنها الاحتلال على القطاع منذ 7 من تشرين الأول 2023. القصف العشوائي المستمر وتخريب المقابر أجبر النازحين في غزة على دفن قتلاهم في مقابر عشوائية تجاور خيامهم مخافة انتشار الأوبئة وصعوبة التنقل بالقطاع. ما فيش مجيات من القذائف وضرب النار والها، ما قدرتش اطلع، محاصر، وين ادفنهم في المقبرة؟ ما فيش مقابر اصلا، جرفوا المقابر اليهود كمان، جرفوا القبور، ما خلوش حي، ولا خلوا حجر، ولا خلوا الميت طيب، ولا خلوا حاجة. وطخ وطخ شغال علينا. والله أبوي كان قاعد في مدرسة أبو حسين، كان زي أي مواطن عادي. شرد من مكان لمكان، طلع من بيته وطلعوا من بيته غصب، كان هو من سكان بيت حنون، ولحقوه في المكان اللي حكوا عنه أمن، هو فيش مكان أمن في بيقفل هالمنطقة كلها، كان قاعد وفيش إشي، فجأة رموا الصاروخ وراح فيها، شو ذنبه؟ شو عمل هو؟ لا حامل بندقية ولا حامل حاجة، قاعد زي أي مواطن، شو ذنبه؟ حسبي الله ونعم الوكيل على كل من افترى علينا. دفناه في اليمن السعيد، حتى كرامة الشهيد يندفن في مكان مش مكانه. ويشير الأهالي إلى أنه بالإضافة إلى مخاوفهم تلك، فإن هناك خطرا آخر يتمحور حول عمليات نبش القبور وسرقة الأعضاء التي يقوم بها جيش الاحتلال. وتشكل مقبرة خان يونس إحدى المقابر التي دمرها الاحتلال واعترف في وقت لاحق بتدميرها ونبشها، متذرعا بالبحث عن جثة محتجزيه لدى حماس. كما دمر الاحتلال كذلك مقبرة التفاح شرق غزة، التي يؤكد المكتب الإعلامي الحكومي في القطاع أن جيش الاحتلال سرق 150 جثة منها ونبش 1100 قبر داستها ألياته وامتهنت كرامتها دون أي مراعاة لقدسية الأموات أو المقابر.